موجز الأخبار من قناة الجمهورية. رصدت اللجنة العليا لمواجهة كورونا 7 حالات جديدة، منها 3 في تعز و3 في شبوة وحالة وفاة في الضالع، إضافة إلى 3 حالات وفاة لإصابات سابقة، ليرتفع عدد الحالات المصابة إجمالا في مناطق السيطرة الشرعية إلى 256 حالة، بينها 53 حالة وفاة، فيما تظل حالات التعافي متوقفة عند 10 حالات لليوم الثالث على التوالي. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية متطابقة وفاة ناصر جخبة مدير مكتب الصحة في مدية بمحافظة أبين، وذلك قبل 24 ساعة من وفاة صالح القطيش مدير قسم المختبرات في مستشفى محنف بمديرية لودر، إضافة ل 13 مواطنا في غضون 48 ساعة بسبب وباء كورونا وحميات مختلفة تجتاح محافظة أبين. كشفت مصادر محلية بصنعاء عن وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة بأعراض فيروس كورونا تباعا خلال أقل من أسبوعين، وتوقعت مصادر طبية أكثر من 10,000 مصاب بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين، بينهم 500 حالة وفاة على الأقل، إلا أن الميليشيا تكتمت على موتهم ودفنهم وعاملتهم قبل ذلك كخصوم حرب. وتكشف التعاز التي يبعثها يوميا بالعشرات ما يسمى برئيس المجلس السياسي الانقلابي المدعو مهدي المشاط لشخصيات اجتماعية ومتقلدة لمناصب حكومية، تكشف مدى انتشار وباء كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين تحت يافطة المرض العضال. وانتهج الحوثيون طيلة الفترة الماضية سياسة التعتيم الإعلامي على حالات الإصابة والوفيات في مناطق سيطرتهم، وأعلنوا فقط عن 4 حالات حتى الآن، أحدها توفت واثنتان شفيتا. واضطرت الميليشيا بصنعاء مؤخرا بعد خروج أمر التعتيم الإعلامي عن سيطرتها وانتشار التعازي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلانها مساء الأربعاء شارع هائل بالعاصمة صنعاء منطقة موبوءة بفيروس كورونا. وأوضحت المصادر أن الميليشيا الحوثية جابت الشوارع والأحياء عبر سيارتها معلنة بمكبرات الصوت وفي المساجد، محذرة الأهالي من منطقة هائل التي أصبحت بؤرة للوباء في صنعاء، معتبرة بأن هذا إعلانا رسميا. وذهب مراقبون إلى تسييس إعلان الميليشيا عن شارع هائل على وجه الخصوص منطقة الموبوءة لإقحام أبناء تعز في نقل العدوى إلى العاصمة صنعاء، لأن معظم ساكنيها إل وملاك البسطات والمحلات التجارية من أبناء محافظة تعز والمناطق المجاورة وعموم المناطق الوسطى. وعقب إعلان شارع هائل بصنعاء منطقة الموبوءة بكورونا، أعلن حميد عاصم ما يسمى بوكيل محافظة صنعاء ونائب رئيس لجنة مكافحة كورونا المعين من قبل ميليشيا الحوثي، أعلن على صفحته بالفيسبوك إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعلاج في منزله من قبل أطباء بالعاصمة صنعاء. تستمر زيارة العيدية لقيادات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لرفع معنويات المقاتلين والاستعداد لمعركة مفتوحة، كما وجه العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في خطابه العيدي الأول تزامنا مع الذكرى 30 لعيد الوحدة اليمنية. وتأتي الخميس معايدة العميد طه الجعمي لأفراده في اللواء 4 حراس الجمهورية في سياق الهدف لرفع معنويات أفراد اللواء الذين أبدوا إيمانهم بقداسة المعركة ضد الميليشيا الحوثية لتحرير محافظة الحديدة وما بعدها حتى إنهاء الكهنوت من اليمن. سيرت الخطوط الجوية اليمنية صباح الخميس أولى رحلاتها لنقل العالقين اليمنيين في الأردن إلى مطار سيئون، كما تكفلت بنقلهم من جميع البلدان بسبب الإجراءات المتخذة في اليمن وعدد من البلدان لمواجهة كورونا. ويعيش اليمنيون العالقون في الأردن والهند وفي كافة دول الاغتراب أوضاعا إنسانية صعبة بعد حظر تسيير الرحلات الجوية نتيجة الوباء المتفشي. أعلن محافظ سقطرى رمزي محروس ووزير الثروة السمكية فهد فاين العثور على السفينة المفقودة منذ 10 أيام مغادرة حضرموت نحو سقطرى، إلا أنها ظلت طريقها وفقد الاتصال بها منذ الساعات الأولى، مما استدعى إرسال بلاغ لتدخل القوات البحرية الدولية المتواجدة. وطمأن محافظ سقطرى الخميس أهالي الركاب بعودة كل من على السفينة حاليا إلى محافظة المهرة وجميعهم بصحة وسلامة، وذلك عقب ساعات من وقفة احتجاجية نفذها الأهالي طالبوا فيها بمصير السفينة وركبها.